مرحبا، حلقة جديدة بنطرفي عليكم لليوم. واليوم بحلقتنا رح نستضيف محللة نفسية دكتورة ريما بجاني، رح كنا احنا وياها عن التربية عند الأطفال، ورح يكون عنا سلسلة حلقات معها تنحكي أكثر عن هالمرحلة الأساسية اللي بتنطبع بحياة كل ولد، واللي هي إذا فينا نقول أساسية لبعدين بس يكبر كيف يوصل ويحلل ويعيش حياة حلوة وطبيعية. ونحن دورنا اليوم كأهل قديش لازم نهتم بالولاد يلي عمرهم صفر يمكن لا 12 سنة. رح نقسم هالمرحلة ورح يكون عنا أكيد إذا بدكم فاتحين باب لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، إذا عندهم أي سؤال لا دكتور ريما بتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج أسادة تي في، ونحن بننقل الأسئلة ومنجاوب عليها خلال حلقاتنا يلي جاية. أهلا وسهلا فيك دكتور ريما، شكرا على وقتك. عم نشوفك على شاشات تانية ومننطرك وأنا بنطرك. ريما صديقة قديمة ورفيقة قديمة، وبفتخر أنه اليوم عن جد هيك عم استقبلك بضمان شغلك أكثر. خبرينا أول شيء، نحن اليوم يمكن كتار منا ما بيعطوا أهمية لتربية الأولاد، يعني بنعرف أنه منجيب أولاد على هالدنيا، ناس ما إلا جلد تربي، ناس الخدمة بتربيه، ناس عند أهلها. قدي الولد اليوم بحاجة لأهله هن يربوه؟ 100% مثل ما قلت رنا أنه التربية شيء كتير مهم، وهالأيام صارت أصعب من قبل. لأنه مثل ما بقول أنا هالأيام صار عنا صرنا كتير open، صرنا منفتحين على كل العالم. أوكي. على كل شيء، على الثقافات. نعم. يلي نحن اصلا مش ثقافتنا. نعم. هالاوقات منيحه اوقات مش منيحه، ورح نعرف لازم نعرف ناخذ شو اللي منيح منا وكيف نوصله لاولادنا، لاولادنا بمحل بديهم. مثل ما قلت التربيه اذا بدك اهم شيء بين هالصفر و12 سنه. ليه؟ لان هون المراحل اللي عم يقطع فيها الولد اول شيء منه واعي. اوكي. ما بيعرف شو عم بيصير، نحن عم نعطيه كل شيء، هو صفحه بيضاء نحن عم نكتب عليها. أوكي. نحن عم نعطيه كل انفعالاتنا، كل خوفنا، كل الاشياء المنيحه والمش منيحه اللي بدون ما ننتبه بنوصل له اياها. لانه اوقات لانه وصلنا نحن لعمر كبير، يعني نحن الاهل بصير مسموح نعمل اشياء بس مش مسموحين الاولاد يعملون، وبلا ما ننتبه نكون عم نمرق له. صح، 100%. مشان هيك انا بقول لحد 12 بعد الولد بحاجه لهيدي كل الامور نحن نعلمه اياها. على 12 بتبلش الانطلاقه. أوكي. هلا اذا بدك على 12 هي الكريزه الكبيره، رح اسمح لحالي اسميها الكريزه لانه هون الولد بحس حاله هي هي سن المراهقه ضياع، لانه غير انه في الاشياء العامل النفسي في العامل الجسدي. مع كل الهرمونات اللي ببلش تشتغل بالجسم تتغير. صح. رح تعمل له هيدي المشكله الكبيره. اوكي. هون بنكون عم نثبت كل الاشياء اللي مرق فيها ليرجع ينطلق بالحياه الفيدا ادولت. اوكي. بصير انسان راشد. نعم. بس نوصل له اكيد ما بلشنا عم بصير. اوكي. فاذا بدك اليوم نبلش نحكي باول مرحله العمر كثير صغير يلي هو الصفر سنتين، واذا بدك اوجوست بتبلش التربيه عمر السنه. اوكي. باي معنى بتقولي لي السنه بعده كثير صغير، وبلبنان كثير بنسمع بعده صغير ما بيفهم. مش مزبوط، الولد من وقت ما يخلق بيفهم. مش هيك؟ نحن بنقول لنا كمان انه نحن وانسانت فيها الام تحكي مع الولد والبي في يحكي لانه بيسمع، وبس يخلق رح يتعرف على الصوت. صح. يعني لكم من اي وقت بلش الديفلوب بيمرن بيمرن هالذكاء اللي عنده اياه. لانه انا بعتبر الا اذا في مشاكل جسديه كل ولد ذكي. صح. بس نحن بدنا نعرف نتفاعل، خليه يتفاعل مع الذكاء اللي عنده اياه ويشتغل عليه ويطلعه. ايه. او يضل مدفون. صح. برجع بعيد الا اذا كان عنده اكيد مشاكل جسديه. نرجع لحلقتنا اليوم يلي هي صفر سنتين. اوكي. اوكي. من عمر الست سبعة شهور بلش انا اول شيء بدي اقول للولد انه حس انا اقول له انه انت عندك خصوصيه. بكتير بشتغل على قصه حمامه، غياره، وين ياكل، يكون في هالخصوصيه الولد بلش يتعلم من هيدا العمر الصغير انه انا ايه بدي اقعد لوحدي تتحمم او بدي اقعد بمحل معين تاكل. أوكي. لو كانت الببرو او شو ما كان بده يعرف بمحل واحد. اوكي. بوصل لعمر السنة، بعمر السنة صار واعي، صار بيعرف، صار بيتفاعل. هو منبلش صار ياكل أكل عادي مش البيبرون. يعني أنا لازم يعرف بالمطبخ بدي أقعد تأكل أكلاتي. أوكي. حتى بدي أقعد على الطاولة ما بمسك هالتارتين وبمشي فيها. أوكي. إذا مسكت هالتارتين ومشيت فيها مثل الورقة انطوت أخذت بلي رح يضل معود عليها. بس اجى انا عمري 3 سنين او 4 سنين بدي اجرب اقعده على الطاوله تاكل مزبوط او يروح على الجاردوري بده ياكل او يروح على المدرسه ما راح ياكل. مش لانه هو بده يكبر راس او بده يعند ولا ما بيعرف ولانه تعود. أوكي. انا تعودت على هذا الشيء. تروح على شيء اصعب، الولد يلي بعيط وهو صغير. صغير ما بيكون زعجني العيط تبعه له، بعده محمول.
وصل ما تعود الولد صار يعرف انه انا اذا بدي شيء بس عيط بيجوا لعندك بيجوا لعندي بيعرفوا هيدي هي الميثود اللي انا بشتغل عليها وهيك بيعمل صح. بس توصل على 3 سنين بدي بلش اقول له بس عيط بس العيط لانه صار اكبر صار صار صوته اقوى صار صريخه عم يضايق هون تنتبه الام انه انا عم بضايقني صريخه بدي بلش تربي اوكي ما راح اوصل تروتا ما راح اقول صار وقت يعني تاخرنا أوكي. فينا نبلش العمر بس قد ايه احلى نبلش على ابكر انه انا بس عيط الولد لازم احط كلمات اوكي انا الولد اذا عيط عم بيدلني تنقول على كب على انينه المي بيبوم بده يشرب مي بقول له ليه عم بتعيط شو بدك بدك تشرب او ليه عم بتعيط بدك تنام الولد كمان ما رب بيعرف يعبر عن شعوره بدي خليه يصير يعرف اوكي معنا في كلمات ما بيعرفها انا لهلا في فوكابولير اوقات كلمات ما بعرفها بس اسمعها بتعلمها بصير اعرفها صح. كيف اذا ولد بعد ما بيعرف شو بقول له ليه عم بتصرخ نعسان تعبان زهقان بدي بلش اعطيه كلمات وكونوا اكيدين مرتي الجاي رح يستعملهم بس يكون بهيدي الحاله في اولاد بتاخذ وقت اكثر من اولاد بتاخذ معهم كذا مره بس صار يعرف أوكي. مش العيط هو الحل اوكي هو الكلمات ما يكون عم ربي انه ما بقى يعيط ومن ثاني ما يكون عم بعطيه حل اوكي يعني كمان في اجي له ما بقى تعيط ايه. اه وكيف بعبر اللي عن بدي اياه بدي اقدر يلاقي هلا بدنا نحكي كمان عن هذا الموضوع لانه اليوم عنا اذا بدك الامهات يلي ما لهم جلد اولادهم اول شيء بيعملوه انه يسكتوه او اول شيء بيعملوه انه خلص ما بدي اسمع ولا صوت ايه انه عم نكبته لهالولد بقى هول الاشياء اللي بعدين منوعالهم انه يا ريت من هلا عملهم مشان هيك رح يكون عندنا سلسله حلقات مع كريمه تتوعينا وتضوينا على اشياء اكثر نحن ما بنعرفها خلينا نحكي شوي عن هلا ذكرتيني بابني لانه ابني هلا 8 اشهر بقى صار مثلا بس بده يقوم من اليوبلا او بس بده يقوم من الجامبر بصير انه يعلي صوته انه تعالوا شيلوني بقى صح. عرفتي بقى على طول انا مع ياسمين اصلا رافقتيني بكم شغله هلا اليوم مع هذه كمان من بعد ما هالولد يعني اذا فينا نقول عم بيفهم علينا وعم نحكي معه قد ايه مهم نكون عم نبني نحن وياه لبعدين يعني مش انه نحن عم نربي مش انه دفوار عم نعمله عرفتي يعني قد ايه مثلا في ناس بيقولوا لك لانه مغنج كثير منزوع او لانه ما حدا بيقول لا بالبيت او لانه يعني في كثير اشياء بنسمعها ومنعيشها كيف ممكن نكون عم نربي بذات الوقت عم نحب تربيه انا بقول تربيه هي مش قصص التربية هي مود في هي أوكي. أنا بدي إياه للولد يتعلم أنا ليه بربي تعلمه أنا يعني مبدئيا غير الأهل اللي بيكون عندهم مشاكل أكيد الأهل وقت يربوا وقت يقاصصوا مش لأنه ما بيحبوا ابنه بالعكس أنا بحبوه أنا بقول الأهل وقت ما نربي الأهل وقت أقول إيه أهل للأهل أكيد الأصعب وقت ربي الولد إيه صح بس بلا دق الأصعب لأنه بحبه لأنه بدي يكون هو بعدين إنسان بارز صح أوكي فإذا أنا ليه بربي تعلمه يتعلم بالحياة كيف يتصرف في سافوار فيف كيف يكون يتكل على حاله اكسترا تعلمه بده يكون واضح هذا الشيء مش هيك مثل ما قلت رنا اهم شيء الكوميونيكاسيون اهم شيء المحادثه احكي فسر له وخاصة لما تكون اول مرة يعني مثل ما قلت انه مش هقول من اول مرة سكته صح ما الولد بده كمان يعرف ليه ووقت ما بنعرف بتخوف اكثر وقت ما نعرف بنفوت بالحيط اكثر بصير الولد ضايع مش عارف شو عم يعمل بعطي اكزامبل مثلا تنقول إذا أمنا بالبيت مسموح يقعد على الفوتاي وعلى الإجري نحن بنعرف لابس بيجاما إجري نضاف في على الإجري أوكي. ما بننتبه إنه أنا وقت أروح عند العالم ويقعد يعلي إجري ما رح يعرف إنه في فرق أوكي. شو بصير عند العالم دغري بعيط عليه أوكي. ممنوع لازم فسر له إنه أنا هون عند العالم أشي لابس شوسير ما في حط إجري على الفوتاي أنا بروح أبعد من هيك إنه حتى بالبيت مش مضطر ولد يقعد يعرش على الفوتاي مثلا مش طريقة أنا أقعد فيها صح. ليه صوت ياخذ البلي بالبيت ماما بتقعد على الفوتاي بتهذيب بتقعد على الفوتاي مد نزل اجريك هلا عباله يتلقى خير شيء بس مش هيدا نعربش على الفوتاي ونخرب الدنيا بالبيت لانه بالبيت بنرجع بعدين ما نعلمه برا كيف صح. الولد هو بيضيع طب ليه بالبيت فيه هم في بعض ما عندهم نوسيون عند العالم ومش عند العالم صح. اهل عندهم اياها النوسيون هو بيضيعوا شو دغري انه لا اوعوا عند العالم بس الولد مش فهمه اوكي ودبارك بالبيت وهول هون القصه هول الكوارث بابا فاذا هي اول شغله ثاني شغله بعمر السنة الولد ببلش مثل ما قلنا يتعلم بيوصل على السنتين بينطفد اوكي على السنتين بيقول ما انا في شخصيتي انا بدول بدي اياه هالقد بكير على السنتين ببلش يقول لا قالوا بيناتها مش فاهمين اللي عم يقول هون بعدنا واضحين مش فاهمين بس انه ومن وين تعلمها لا صراحه من الاهل اكيد ما الاهل وقت يقولوا له لا عم تعلمها منه هي رح ارجع لها هلا قد ايه اهميتها كمان اوكي
سو الولد عم بيقلد وانا بحب هالطريقه. الولد بيقلد الاهل بكل شيء. مش معقول شو هالمرايه الاهل كثير. وانا بقول لهم استفيدوا منا، علموا اللي بدكم اياه بالتقليد. صح، بس هيدا انت بقولها لانه بده يضل يقلدكم في وقت ما تكونوا منتبهين. وقت نعمل اشياء ما لازم يقلدنا فيها بيقلدنا فيها بياخذها. مش هيك الاهل دورهم كثير صعب عن جد، كثير صعب للي بده يربوا مزبوط عن جد 100%. لانه عن جد يعني انا بقول ما في له كل نهار اوعى تسب اوعى تسب اوعى تسب، شو بعد شو بلاقيني انا عصبت ما خليت مسبه ما نزلت. صح، بقى الولد انه لحظه ليش ليش انت بتقولي وانا لا. صح 100%. لانه بيوصلوا لوقت ريما بتقول لك اياها بنتك. صح، يعني انا مره ياسمين ما شو صار قالت لي انت هيك عملتي مثلا. انا حسيت انه مثل واحد انه اكل كاف، لانه كمان مثل ما نحن مربيين هن بيربونا 100%. وكثير كثير كثير يعني الولد كثير ذكي عن جد ومانيبيولاتور، عم بيلعب فينا العاده. وهالايام اكثر صرنا اكثر مثل ما برجع بقول، لانه صار عندنا كثير تلفزيون والانترنت تليفونات. يعني اولادنا صار يمسكوا تليفونات بيقضوا يضحكوا، يعني احنا اول ما استلمنا التليفون ضاع هذا كيف بدنا نفوت عليه. بقى عن جد ليه؟ لانه صار في وسيله تنمي لهم ذكائهم. هذا الذكاء موجود بس هالوسيله عم بتنمي فولا. فاذا ما كثير ننتبه. ومش هيك كمان ايش اللي بدي اوصلهم اياه؟ بوصلهم بالتقليد. انا مثلا اذا بدي الولد يتعلم تهذيب بكون مهذب قدامه. صح، بس اوصل عند العالم انا بقول بونجور، كيف بسلم، كيف بقعد، كيف بقول ارفوار، الولد بده يقلدني. صح، واكثر شيء حنقول الصبي بقلد بيو والبنت بتقلد امه. هلا بهذا العمر بكون شوي الكومبلكس وجيبها رح نحكي فيها بثاني مرحله، انه اوقات كيف بيكونوا مع الام ومع البنت. فاذا ببلش يقلد لا انا لا، بس مش فاهمين ليه لا. هون الاهل اول اذا بدك هيدي اول مشكله بيواجهوها مع البنت. لحد هلا بيقولوا لك شو كان تمام عم يعذبني، بلش يعذبني. هي مش بلش يعذبني، هي بلش يفرض شخصيته. وانا هالشخصيه بدي اياه ينميها، لانه بالنهايه ما بدي ولد مايع مش متكل على حاله. بدي ولد متكل على حاله تقدر خلي له اياها بدون ما كسرها، بس بنفس الوقت ربي كيف بدي اعمل. لانه كمان بيناتنا ولد هالقد راسه كبير انا احنا بنقوله بيعذب. صح، ما بدي اكسر له اياه لانه هذا مهم له بعدين رح يساعده، بس كمان بدي يعرف انه في تربيه. اول طريقه ما اتواجه انا وياه. يعني ما بتصير قصه يا راسي يا راسك. ايه لا لا ايه عم نكسر راس نو. اول شغله تكون فسر له وافهم عليه. بيجي بقول له ليه لا هلا بدك كثير طولة بال. هلا الولد على طول بياخدك على غير محل 100%. مثل امبارحه انا بنتي هيك بدها تنام. شي بدها تنام. فتنا تنام، قلت لها ليه ما عملت هيك؟ قالت لي لانه شيء ثاني. شيء ثاني يعني عرفتي ما خصه بالموضوع. رديها قولي لها ما نحن عم نحكي هون. قلت لها انا هيك. وهون كمان بتعوديهم انه اول شيء ما، لانه اول ذكايا بيستعملوها هيدي تيلعبوا علينا الدور، وتنقول انه لحظه ما نحن كنا قبلكم اولاد وبنعرف بنعرف اولاد كنا نعملهم. هيدي اهم طريقه ومنردوا تيعرفوا انه انا هون، لانه اوقات الولد بدون ما يعرف نحن بنقول لها يصدق كوك الان، اوقات بدون ما يعرف يصير ينط لان براسه كل الافكار موجوده وبده يطلعها. صح، ما نعرف كمان هذه الطريقه هي شغله كثير مهمه. نحن على نطينا على ثاني موضوع اللي هو كومون كاناليزي، تيصيروا واضحين. الولد عنده كل هالافكار براسه بده يكبهم، بدنا نحن نعوضه هون المفروض نكبهم هون لا. وهون كمان بهذا العمر ببلشوا كثير يحكوا. صح، بدهم يتحكوا طالع عم اسال كمان ما بلش نقسم لهم اياها. اذا ما حكوا مع امه او امهم بيحكوا وحدهم، لانه انا اوقات بشوف هي عم تحكي بفكر عم تحكي مع حدا تطلع وحدها، لانه عم تعمل دور الماتريس تبع الجدري مثلا او الماما عم تعمل اولادها. فمعقول الولد عن جد والاهل قد ايه مهمين انه يكونوا مرايه مضبوطه لهالولاد. فهون بيجي بقول لهم انه هون فينا نحكي هون ما فينا نحكي كمان. تعودهم ايمتى؟ بس عندنا مشاكل بالمدرسه ما بيسكت. لو بيروق بالصف ما هو بيبلشوا من هون. هلا هم بدنا نزيدها. الولد بده يعيش عمره كان لحد هلا ما مش عم بيطلعه مثل ما احنا عم نعوده يحكي. بدنا يحكي بس ما ننظم له اياها قد ما فينا بطريقه على بقول محببه. صح، اكيد لازم ننتبه ما نكون كسان ابدا. مش نحن جايين هلا من هون نحمل العصا العصا ويلا ابدا، اصلا العصا ممنوع. بس انه ما معنى ما معنى جواب من هون بنبلش نقسم له اياه نظبط له اياه. هلا اصلا اذا خصصنا له وقت ريما للولد يحكي هذا شيء كثير مهم. لانه هي مثلا اعتبري بنتك بالجاردري بتجي بدها تخبرك شو عملت وشو عمل رفيقها وشو عملت المدام ومدري شو بتخبي بتطلعهم هول بتريحهم بيرجع بتلعب شوي بترجع بتحكي بدي خبرك شيء عاد اسماعيلا يعني مدام. انه هون ببلشها انه وقت ناخذ اولادنا بالجاردري وقت يكونوا بعضهم صغار بالجاردري
في اولاد بيحكوا في اولاد ما بيحكوا. اوكي. نحن بدنا نصل بدنا نعودهم يحكوا مشاعرهم. اوكي. ليه؟ لانه بس نصل لبعدين بصير الولد يخبي بس نحن مش ع... يعني ابني ما كيف بيحكي. كيف بدنا نفوت على قلبه؟ كيف بدنا نعرف عن حاله؟ في امور عن جد بقى وهي انا بتوجه فيها كثير للاولاد انه شو بيصير معكم حكوا. وخاصة لازم الأهل يكون موضع ثقة لأن أول شيء بده يخبروا أهله. يعني بتعرفي هالأيام الأشياء اللي عم نمرق فيها. هديك النهار عملت برزنتاسيون لأولاد ال 8-9 سنين وهذا العمر كتير كمان صعب. خبرتهم عن الخوف إنه أوقات الولد بيشوف شيء قدامه إذا ما فسرنا له شو هو بتكبر براسه بيحس شيء كتير عظيم عظيم وما بيحكي. لازم يحكي. يعني اذا تنقول رح اعطي مثل اكثر شيء بيصير معنا انه اهل تشارعوا. أوكي. يمكن هالاهل اليوم ما تشارعوا بس ثقه بي عم بخبر شيء بزعل الام جقرت الولد بيقرا. اوكي. شاف البي عم يحكي ومنفعل يمكن عم يخبرها انه حدا عمل اكسيدنت قدامه. أوكي. وشو تاثر فيه انت. أوكي. الام كمان تاثرت وجقرت. أوكي. الولد رح يقول اهل عم تشارعوا يمكن يقول اهل رح يطلقوا. اوكي. هالقد بتعمل له خوف وازمه اذا ما رح يقول بده يروح يقول لهم في شيء ليه عم ليه زعلانين وهون مش ما في شيء روح نام. ميرسي. بدك تخبريه. ماشي ماما بابي كان عم بخبرني خبريه شوي بتزعل بس مش الحال. ما ضروري كمان فوتهم ديتايات. اكيد. قد عمرهم بس لازم طمن لهم بالهم. اوكي؟ نرجع للسنتين. فإذا هيدا النوم بدنا ناخذ ونعطي. اوقات مثل ما قلت قصة النوم ما بدي نام انا مش نعسانة او ما بعرف شو او لا بدي نام بكير. فما كثير كمان حسسهم انت مجبور مثل ما انا بقول تعمل لانه قلنا في موضوع مهم هو تنميه الشخصيه بعطيه شوا بس شوا انا بعرف دهن معقول مش انه بعطيه شوي تروح انت دبر حالك لانه ما بد ما بيعرف يدبر حاله. في الا مثلا 8 او 8 ونص بس اذا 8 يعني هيك بيطلع مش بيطلع لك اوعى الشانتاج اذا 8 بس يمكن بكره رح يصير ما بعرف شو اذا 8 ونص كذا بعطيها حلول من انا البدية من ميلي انا ضليت بين 8 ونص بعدها مقبول القصة. أوكي. ومن ميلي هي حست حالها هي كمان اخذت قرار. أوكي. يعني بطلنا هيدا الجبر. كمان مثل ما قلت فرستراسيون بيضغط بيضغط بحسوها لما كل شيء لا كل شيء لا كل شيء لا بده يطلعهم بغير محل. صح 100% هون بيصير عندنا المشاكل اللي على عمر اكبر وفينا كمان نعود اولادنا. انا على طول بحكي لانه بحكي من تجربتي انه القصص كثير مهمين قبل ما ننام. اول شيء كثير بيخلوا الاولاد يفكروا وخلوا الاولاد يكونوا واعيين وبتفهمين وبتربيهم. يعني انا عندي سيري زوي هلا وصلنا لها رائعه. مزبوط. يعني وبشوف انه ياسمينة شو عم تعيش بالبيت او شو عم تعيش بحياتها هلا اي عمر وبجيبون عرفتي. يعني ساعه زوينا البابولي ساعه زوي الفي دي بيتيز ساعه زوي دي ديمانسونج مثلا. هلا بتعرف الولد بقلد او مثلا بكذب اوقات ما بقول الحقيقه انه مين كسر هيدي مثلا كوزينتي جينا بتقلي هي ما بتكون جينا بقى شو بتعمل بس تقول جينا بتنتبه على مخاره لانه بتعرف انه بينوكيو بس كذب بيطلع مخاره بتعمل له هيك انه هو عم ترد محله انه ما يطول. تخيل يا عمر بيتاثروا وهلا اخذت الاتيتيود انه نحن قبل ما ننام كل ليله بنقرا زوي وفي لاج دي نوم كمان موجوده بين زوي بين شوبي وكذا. وكثير بحب هيدي الميثود لانه قد ما كان بده يكون حدا كبير عم يعطي نصايح لصغار بده يعتبر انه كبير انه ودرس رح يضل في شوي هالكونفلي بين كبير وصغير. صح. بينما اذا شافهم بالكتب حدا مثله عنده مام اج مام كذا رح يتقبلهم اكثر عن جد. وهي لانه كمان بتعملي كومباريزون بين انه تكون بنت امبولي اعتبري او امبريسس بارفيت لانه هي عندها التام انه هي امبريسس بارفيت لانه بتعمل كذا 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 ومع الكورونا هيك الولد بيعيشها بقى شو بنحب نعيشه بيعيش. وهون فواتين بشيء كثير مهم اللي هو الايماجينير. نحن وقت يقولوا للاهل انه بعده مصدق بالبير نويل بدنا نخبره. ابدا نحن بعدنا مصدقين على شوي البير نويل والقصص الايماجينير موجوده انت تنمي الايماجيناسيون. صح. كيف بده هيدي 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 فوالا هيدي بارتي مهمه من شخصيه الانسان كمان. لانه نحن بمحلات هلا اذا نحن بنتكل اوقات على الله يعني نحن بنعتبر انه اوكي للريليجيون بس شيء ابستري منه شيء واضح. صح. اوقات وقت تكون في عندنا كثير مشاكل عم نتكل نقول على الله. صح. كانوا عم كب كل همومنا على حدا ثاني عارفه رح يشيلهم عني. انا اذا ما كان عندي اياها انا وصغيره انه البير نويل رح يجيب لي هديه ما بقدر نميها لبعدين هالقد وبتساعدنا بمحلات. صح. هذه الامور وقت نصدق اشياء ايماجينير بتساعدنا. صح. وهيك بيعملوا الاولاد وهيك تكبر شخصيتهم. وخلينا نقول انه كمان الصلاه قبل ما يناموا شيء كثير مهم. أكيد. يعني انا عن جد كثير من الناس يمكن ما عندهم وقت لهالاشياء انا وياك عم نحكي عنها.
عنا، بس بتعرف الناس بيقدسوا نحن يلي عم نقوله اليوم وبيشتغلوه على اولادهم لانه بدهم يربحوا اولادهم لبعدين. لانه للاسف ريما اليوم بمجتمعنا بتحس في ناس اولويتها عائلتها واولادها وكيف تربيهم كيف يكبروا وكيف ما ينحدروا بكره على المخدرات على السرقه على القتل، ويقولوا يا رب شو عملت باولادي. من اليوم ما دعموا مستوى بتكون تبلشوا تما تخسروا اولادكم لبعدين. لكن هالعمر انه لازم نفسر له، انه نفسر ليش نو وما نكسر الشخصيه، لانه هون بلشت هون ببلش الولد يبني هالشخصيه. قد ايه مهمه البينيسيون ريما؟ بينيسيون مهمه، بس شو تقول؟ بس ادكوات مناسبه لعمره. يعني انا اول شيء ممنوع الضرب لوحده. ضرب اكيد يعني ما بحكي عنه لانه ولا ممكن هذا بالقاموس كله مش موجود. ضرب ما بيعلم اكيد ابدا، بيأذي صح. وانا بده الولد و premier plan قل له أنا مش عم قصصك لإلك، أنا مش أنت يلي زعجني، أنت الشغل اللي عملته صح. عن جد قدام هم نقصهم إنه أنا مش شخصك، أنت بعني بحبك قد الدنيا بس اللي عملته مش مهضوم كان. مش هيك أنا بقول ولا ممكن أقول عنه إلي مشاع. ممنوع أبدا أقول عن ولد أنت رزيل، أنت شيطان، هون الكير سكي تيافي ميشان. أوكي تيافي كم لي ميشان شو هو؟ إنه ليش قلت الأشياء مش منيحة؟ كتير مهمة، وكتير مهم الولد دانيا في إنه أنا بحبك قد الدنيا. مش هيك أنا الأم وقت أقول وقت أقصص تقول أساس خمسة دقايق. ما في تيفي خمسة دقايق، عمر السنتين شو بدنا نقصص؟ طب إذا أعطيه ساعة مثلا أو ساعتين ما عملتي له فرستراسيون تاني، صح، ما فوتيه بقصة تاني، صح. أنت بالنهاية بدك تعلميه، هو بدي يعرف انه انا لانه عملت مش شيء مش منيح اخذت قباله هالشيء اللي انا حسسني بالزعل. بس مش حسسني كمان بالحرمان. كنت عم تقولي ما ينحط وحده، شو يعني؟ ابدا ولا باوضه ولا بالحمام ولا ابدا. في ناس بعد هيك بتعمل، بعد في ناس هيك بتعمل، ممنوع. اول شيء اوضه النوم اللي انا بنام فيها لا بدي احسسه انه هدي حبس. هون محل ما بنام، هون محل ما بلعب، هون محل ما بتقصص. بدنا نقسم. اوكي. واصلا ممنوع يقعد لوحده. يعني انا القصاص يقعد لوحده ما كثير بعتبرها له معنى، لانه كمان عم حسسه انه انت منبوذ، انعزلت خلص، عزلت انا. لا انا مش معزول، انا اللي عملته انا تنقول كسرت الفاز، انا وقاطع مش منتبه. منفسر اول مره، ثاني مره حسيته رجع كسر منفسر، ثالث مره عم حسه صار عم يعمل قصد بحكيه ليه عم تعمل هيك، شو الهدف من بعدها. بدي لكم كمان شغله، انه في الولد على طول عنده مساجات. يعني الولد وقت يعمل شغله عم بده يقول شيء، اوكي، يا معصب من شيء يا زعلان من شيء، بده يوصل مساج. طيب ثالث مره لقيت بعدها هالشغلة عم تزيد، اوكي، لانه عملت شيء زعلني انه كسرت الفاز يلي انا بحبه، انا كمان رح شوف انت مثلا ما بتحب الشوكولا اليوم، اذا بياكل مره شوكولا بالنهار، اليوم ما في شوكولا، مش ما في شوكولا على شهر. اكيد هيك بدها تكون. خلصنا وفهم الولد اكسل واكسترا، بعد خمس دقائق انا بدي غنجو فيه غنجو. الولد رح يقدر يفهم انا تقصصت لانه عملت هيك، بس مامي بعدها بتحبني قد الدنيا. اكيد بده يحس بحنان وبالحب، وضروري تسمع له تحكي وتفرجي الولد لو بيعرف انه انا بتحب بدلت مرق، وقد بحس حاله سكيور. يعني انا مثلا سمينا اذا عملت لها بينيسيو بتقلي يعني انت مبسوطه من اليوم، بقول لها مبسوطه بس لانك عملتي هيدا الشغله اللي ما حبيتها. فالولد بيرجع بعيد شو بتقولي له، يعني بيرجع بدل متذكر انه شو عملت. مثل انت انا الامان، الولد بده يحس بالامان. هون بتيجي كمان اللقي اللي بيقوله الاهل مهم كثير. احنا بنقول هيدي اللقى اللي بنقولها بتعمر له حتى يلقى عليه، مش حتى تسكر عليه، تحس لحاله الولد بامان، انا في اتكل على اهلي. لو رح اتضايقه هلا مش هيك بنقول التربيه صعبه بس مهمه، لازم اقول لا، بس كمان يكون مدري، يعني خلي محل الايه اذا هيني، اوكي، تخلي محل لا كمان ما يحس الولد كل شيء لا لا لا، صح، ومش كل شيء ايه لانه كمان مش كل شيء لا تخرب. أوكي. مش يعني اذا بقول كل شيء ايه يعني بحبه، مش مزبوط 100%. ريما اليوم كمان بنلاحظ انه في كثير عيال عندهم كذا ولد بالبيت وما بيقدروا يوفقوا بين اثنين وثلاثه، وانت عندك اسم الله ولدين بجننوا. يعني اوقات قد بتحسي عامل غيره ممكن يخلي الاهل معصبين، قد بتحسي عامل انه ما عم بيلحقوا على اثنين يكونوا عم يفشخوا الام الولد. وقد ايه مهم كمان اليوم كاهل وككوبل انه ما يحكوا شيء قدام الاولاد، يعني لا صريخ ولا عيط ولا شيء ابدا، لانه كله عم يرجع يشوفوه بالولد 100%. مش هيك عم برجع انطلق من اخر نقطه يلي هي الصريخ، صريخ على الولد ما في الا لزوم. اول شيء الصريخ بيعمل بلوكاج الولد، طلع بيعمل بلوكاج ما بيسمع، بس صريخ ما بيسمع. ثاني شيء ما انت عم تقولي له ما بقى تصرخ، تنبلش عم تقول له ما بقى تصرخ، كيف بدي اعمل بقى صريخ وانا عم صرخ عليه؟ صح. تخوى بده يعلى الطون، يعني بده يبين انه انا زعلت بس بدون صريخ، بالعكس صوتي بده يوطى تيوصل له المساج للولد. أوكي. اوكي هيدي اول شغله. ثاني شغله وقت نحكي عن يكون في كذا ولد،
اصلا التربيه نحن بنقول انه كيف طالع غير عن خيه اكسترا، بنقول نفس التربيه وربيته نفس الشيء ونفس الامور صارت معه، بس الاهل مع الاول غير مع الثاني اكيد، الا ما تفرق شوي بدها تفرق هالفرقه شوي، وهو كمان ما عنده نفس الاصحاب ونفس الامور وما بيتفاعل مع نفس الامور. أوكي. كل ولد عنده شخصيته بيتفاعل مع امور معينه، هيدي الامور بتخليه يكون عنده غير شخصيه وغير طريقه تفكير. هلا الاهل قد ما تفرق على القليل الباز، على القليل الاشياء الاساسيه يضلوا عليها. يعني انا وقتها بخلي الاول ولد مثلا يسهر للساعه 9 بهذا العمر، كمان رح خلي الثاني يسهر للساعه 9 بعمر معين. صح، وين المشكله بتبلش؟ ورس الولد بعمر نسمح له يعمل اشياء بعد صغير مش مسموح له، بدنا نشرح وقت يجي طب ليه هو فيه انا ما فيه، لانه انت وقت كان بعمرك هو ما كان يعمل. صح، هون بدها تكون واضحه. او مثلا بنقول انا كثير عندي مشكله مع البيبسي وهالخبار، ما بحب الاولاد يشربوها ابدا. بقى طب ليش هو صار فيه؟ تنقول هو كمان لانه هي ما قلت اذيك، بس هو صار بيقدر عمره مسموح له، مع انه كمان بعد يمكن ما قلت اذي شوي المعده او whatever، بس انه هو صار بيقدر انت بعد ما فيك. اوكي، بده يكون واضحين فيها الاهل 100%. لكن هيك بنكون حكينا باول حلقه اذا في اقول عموميات، وفتنا اكثر بالعمر بين 0 و 2. لكل شخص عنده اي سؤال فيه يتواصل معنا عبر الفيسبوك بيج أصادة تي في حتى ننقل هالسؤال لدكتور ريما وتجاوب عليكم اكيد بكل، يعني بلا ما نسمي اسامي ولا شيء، بس تننقل اسئلتكم لدكتور ريما. اهلا وسهلا فيك. شو بتحبي تعطينا هيك نصيحه اوفر اول بالاخر؟ بليز اهتموا باولادكم. هيدي النصيحة الأساسية اللي بدي أقولها للأهل، قد ما تكون متخدين بشغلنا بأمور حياتية بدنا ننظم، بفهم بنخصص وقت، بنخصص وقت، وخاصة بعرف إن ماما وقت تكون عندها شغلة وإكسترا وهي عملت كارير لإلها بدها تقدر توفق، لأنه بالنهاية التربية هي للأم. صح، ولازم لي دو بارون يكونوا موجودين. وبدهم شغلة مهمة كثير بقولها، سي با لا كونتيتي سي لا كاليتي. صح، يعني لو الأم اشتغلت للخمسة بس على الخمس رجعت على البيت عطوته نص ساعه على الولد بطريقه مظبوطه يلي هي الكاليتي، عوضته كل النهار. صح، 100%. لكن لهون بتكون وصلت حلقتنا للختام، نشكر كل يلي تابعونا، ما تنسوا فيسبوك بيج انستغرام أصادة تي في. شكرا لك. الاسبوع الجاي حلقه جديده نحن وياك تنحكي اكثر عن عمر 2 لـ4 سنين ومشاكل ثانيه. دلكم لكان متابعينا عبر اليوتيوب كمان تشانل أصادة تي في. الى اللقاء.